السلام الله عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم نتوما؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. هذا الفيديو هذا النهار هذا غادي نديرو على سعاد، على سعاد اللي سعاد اللي هي اللي التاريخ نتاع فاس. هذيك سعاد هي اللي اش كيستناك يا سعاد؟ اش كيستناك؟ يستناك الحبس وغادي تخلصي. اش غادي تخلصي؟ كلشي غادي تخلصي. علاش؟ على حقاش خرجت لك واحد السيده كتعرف القانون، كتقول لك المواهات خص يمشيو للحبس. خرجت واحد السيده ساكنه في اوروبا قاريه بزاف، جات قالت لك انا خصني ندافع على دراري باش مواتهم يمشيو للحبس. اديها فراسك المكلخه، اديها فراسك. هذا راه المغرب، هذا راه المغرب، ما حناش في فرنسا. دري كيدعي امو، ما نجوش نضربوا ولادنا، كيديروا لنا الفضايح ما نجوش نهضروا معاهم. هذا المغرب العميق العزيز الشريف الدين الاسلاميه. منين جيتي انتيا؟ منين جبتي هذا؟ منين جبتي هذا القانون؟ جيتي من فرنسا ولا من المانيا ولا منين جيتي؟ ولا من النرويج؟ جيتي تدخلي سعاد للحبس على مسبه العقايات؟ اديها فراسك، اديها فراسك. منين جيتي انتي بعدا تبيني راسك؟ الجاريه المغربيه كنتي كطلبي من الخميس للخميس كتجيبي لي بات ولا تاي والسكر في الساك، دابا جيتي طلعتي القناة باش تدخلي معاه وتطلعي القناة نتاعك؟ بغيت تدخلي سعاد الحبس؟ ولا عندك، ولا اللي عندك شي حاجة ديريه في جهدك، ديريه. نشوف شكون اللي غادي يدخل الحبس، واش سعاد ولا انتي؟ الناس كيقولك سا مادام تورن توا تون ترو تي با لو دغوا دو غانتري او ماروك دو فيغ لا لوا او ماروك. اسكو تا كومبري؟ انتيا جيتي باش تعاوني، ماشي باش تعاونيهم، باش تعاوني راسك. باسكو راه كتشدي 450 اورو نتاع لي غيسان، وجيتي عندك الباسبور حمر، قلتي غادي ندير لي زيبول على سعاد. حتى حنا غادي نوقفوا مع سعاد، حتى حنا غادي نوقفوا معاها. واش فهمتي يا مدام؟ يا مدام لا بوبال، اسكي تا كومبري؟ انا ما عندك ما ديري ليا، عارفه انا لوا اكثر منك، وعايشه في فرنسا 54 عام في فرنسا، وربيت ولادي تربيه حسنيه. مني كيقولوا لي ما تضربيهمش، غادي تمشي، غادي تمشي للحبس. يا الحبس اللي غادي تدي سعاد؟ طلعيه
في الزبل وشميه. ها حاشا المتبعين، طلعيه في الزبل وشميه. هاي تدخلي سعاد الحبس على حقاش. اش دارت لولادها؟ اش دارت لهم؟ اش دارت لهم؟ ضرباتهم فيهم شي لاتغاس؟ ما احناش في فرنسا، احنا في المغرب. سيري فاشي توا ولبنى وهادوك العقات فاشي. فهمتي؟ جيتي ديري تما غامبو، ديري غامبو على سعاد، تقولي لها جيت من فرنسا وراني جيت باش نقول باش ندخلك للحبس. اها انتي يا ديري المحامي، حنا نديرو اربعة. منين جيتي انتي؟ منين؟ منين جيتي هاد القاعدة هادي؟ شكون هاد في فرنسا هاد المرأة اللي دخلت للحبس على ولادها؟ فين هما المرأة ولا كتضرب ولادها كيديوهم للخيرية؟ جيت انت تدخلي سعاد الحبس، اش درت لهم؟ اش درت لهم؟ الشكاية تدخلوا للحبس، اش غادي تدخلي للحبس؟ سيري اللي في جهدك ديريه، بيني جهدك. ثم غاثة توزد غاس وعاد الناس تسيف غار حبس. أمين تقى مين تقى يسيس مين أسن تقى ذا يقابير بياضي تصير في المامام. جيتي تركبوا علينا الدراري أسقى مقرخو ثم غاث وزمات تستوري كي تجيس أتحستوي لي بيبي غطارو أستوي. المرة ما تنجوش تهدر مع بنتها، ما تنجمش تقول لها شكون قلع لك القاعة. اه تمشي للحبس دابا، كتدخلوا للموين للحبس، كتدخلوا لم سعاد للحبس على حقاش قالت لها شكون تغاصبك. شكونش تغاصبك؟ غادي تشوف. قالت باها على حقاش كانت باها حاديها، الله اعلم. قالت باها بنتها بالسيف تقول كبتها. دابا نشوفو لا هو ولا ماشي هو. وانت اش حازك؟ منين خرجتي؟ بغيت تطلعي القناة نتاعك؟ اديها في راسك، اديها في راسك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.